الساعة تشير إلى الرابعة زوالا، والحركة شبه منعدمة في شوارع ولاية بشار. السبب درجة الحرارة المرتفعة التي غالبا ما تفوق 50 درجة مئوية، مما يجعل الساكنة تعيش يوميا حظر تجوال اضطراري. حرارة مرتفعة جدا لا تطاق، ونتمنوا مرافق عمومية ومسابح رياضية إن شاء الله. درجة حرارة لا تطاق في بشار، وللأسف ما كانش مرافق عمومية وين ينزهوا الأطفال، وما كانش مسابح وين الناس تعوم. جو حار تقابله مسابح مغلقة في هذا الموسم من السنة، ليصبح بذلك هذا المسبح الملجأ الوحيد لعدد كبير من السكان، الشيء الذي زاد من استياء الساكنة في ظل انعدام مرافق عمومية تتماشى والطابع المناخي للولاية. درجة الحرارة مرتفعة، وكان في بشار ولاية في الجنوب عاصمة الجنوب، وكاينة بيسين وحدة اللي محلولة، مشينا القناتسة مبلعة، مشينا الدبدبة مبلعة، مشينا تاع بيداد مبلعة، كلشي مبلع اخويا. طلبوا من السلطات حللنا مسابح حدا اخرى وخلاص. ليبقى السؤال مطروحا، الى متى تبقى ولاية بشار تعاني من نقص المرافق المهيئة لهكذا ظروف معيشية؟ الى متى يبقى السكان رهائن المكيفات الهوائية التي يستحيل اطفاؤها على مدار الساعة؟